ثمان سنوات من الثورات التونسية بقيت فيها تونس صامدة بين مكاسب وإخفاقات. مشهد تونسي يتحول اليوم إلى الشقيقة الجزائر، تغلب عليه مظاهر القلق والخوف من انزلاق الأوضاع نحو حالة من عدم الاستقرار، خاصة وهم على أبواب انتخابات رئاسية، حالة تبدو معقدة. وإذا لم يحصل انتقال سلمي للسلطة فيها، فإن التداعيات ستكون ضخمة على المستويين، داخل الجزائر أولا وعلى تونس ثانيا، كون الجزائر تعتبر شريكا مهما في مجال مقاومة التهريب والإرهاب، وهي تقف بقوة مع تونس. الأيام المقبلة ستكون حاسمة، وقد تترتب عنها مفاجآت من الحجم الثقيل. ولهذا السبب تعددت المواقف حيال الحراك الشعبي الجزائري، إذ يتابعه التونسيون عن كثب، ويعبرون في سياق الظروف الحرجة التي تمر بها الجزائر عن تضامنهم المطلق معهم. تحية للشعب الجزائري اللي صابر على العصابة اللي تحكم فيه تمص فيه الجنرالات. الحاجة اللي توجعني بوتفليقة بالكاريير بتاعه باللي عمله في الجزائر من الستينات ومن الخمسينات إلى معناها إلى غاية التسعينات، واللي أنقذ البلاد بتاع الجزائر من الحقبة من العشرية المظلمة في آخر أيام. وأن برانسيب راهو سلم وكيما وعد في الانتخابات اللي فاتت أنا باش نسلم المشعل للشباب، راهو وفيه بوعده. العملية ما فيها أن أخوه والأربع جنرالات المعروفين اللي قاعدين يمصوا في البلاد هذيا مش فاهمينش معناها أن الجزائر تدخل المستنقع هذا. الجزائر دخلت المستنقع هذا يا خيبة المسعى، ومشينا احنا خاصة التوانسة، احنا بالمجد راهي الملاذ والحصن بتاعنا هي تونس، هي الجزائر. الجزائر شعبنا، معناها احنا الشعب بتاع الجزائر وهم الشعب تونس. احنا التوانسة والجزيرية من اول زمان تخلط دمنا، ساقيت سيدي يوسف وغيره وغير غيره. ما نرضوش للجزائر بالسيرك. رسالة للشعب الجزائري، رد بالكم من الانجرار وراء الظلاميين، خاصة اللي كيما صار لنا احنا كيما جماعة النهضة وغيره وغير غيره، اللي تجار الدين يجركمش المربع المظلم، وانتم راكم عانيتوا 10 سنين قبل في التسعينات يجزيكم اللي عانيتوه. اثنين، رسالة للي يحكموا في الجزائر تو حان الوقت باش تعملوا حاجة تبقاكم في التاريخ. سلموا المشعل وسيبوا الراجل في السبيطار في الكوما، وبعث رسالة يقول خلوني نحكم عام مش نعمل انتخابات قبل الأوان. ما تجدش حتى على المجنون. معناها إن شاء الله ربي يحمي الجزائر، إن شاء الله ربي يحمي تونس. هذا أمنيتي كمواطن تونسي، إن شاء الله الشعب الجزائري يكون كما العادة ذكي وما يحصلش وما يطيحش وما يرجعش للتسعينات. كان معناها يبعد على الحكم بوتفليقة، ترى أنه ظروف الجزائر تنجم تتحسن؟ والله جبهة التحرير عندها كوادر، أنا نقول أن هي أقوى حزب وما يسالش باش ما نطيحوش في اللي طاحت فيه تونس وتكالب على بين الأطراف وواحد كذا. جبهة التحرير تختار شخصية فيها الحد الأدنى من الوطنية ويعملوا وعود تنقيح الدستور وضرب خاصة 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 ضرب المفيوزة العسكرية الفاسدة اللي قاعدة تخرم في الاقتصاد الجزائري. الجزائر اللي كانت تقف على ساقيها تنجم توكل أفريقيا. هذا اللي نقوله. ثم الأحزاب الأخرى، الأحزاب اليسارية والمرشحين الأخرين، لابد من الشعب الجزائري أنه يحتاط خاصة من الإسلام السياسي، خاصة من الإسلام السياسي، أعيد وأكرر خاصة من الإسلام السياسي. إن شاء الله ربي يحمي الجزائر. سنة 2011 الدولة الوحيدة اللي كانت عصية على الغرب وعلى الربيع العبري هي الجزائر، باعتبار الجزائر كان عندها في التسعينات معناها مسيرة مع الإرهاب، وتخطت الجزائر بكل شجاعة وبكل وعي هذه الحيلة الغربية. الغرب يعرف ثروات الجزائر، وبالتالي لابد أنها يكنها المكيدة. أما للأمانة لابد على الأخ بوتفليقة اللي هو مناضل شرس وعنده تاريخ، بوتفليقة غير قادر أن يواصل مهامه. بوتفليقة كان بطل، وبحكمته الجزائر تعدت الصعاب، ونعرفوا شقاعه في التسعينات عملية الإرهاب اللي كانت منسقة بين أمريكا وإسرائيل والسعودية، هذوما ثلاثة دول اللي هم دمروا الجزائر
والجزائري كانوا على وعي وتخطوا هذا. الان على بوتفليقه ان يتنحى والجزائر ولاده، ولابد باش يكون واحد يوحد الجزائريين، معناها كما بوتفليقه موجوده الجزائر ولاده، الجزائر الشعب الوحيد اللي فيه الشهامه، مازالت فيه الشهامه العربيه. وتعرفوا انتم كل المعارضين التونسيين مروا على الجزائر، ولا واحد الجزائر رجعته لتونس، معروفه من اقصى اليمين اقصى اليسار كانوا المعارضين التوانسه يفروا على الجزائر، وهي اللي احتضنتنا وهي اللي توا تعاون في تونس. تعرفوا كل عام زوز ملايين جزائري موجودين في تونس، والجنوب الكل يعيش من الجزائر. احنا الاخوه الجزائريين نقول لهم ما تعطوش فرصه للغرب، توحدوا، ردوا بالكم من ردود الفعل. نزيد نداء للجيش الجزائري العظيم، جيش التحرير والامن الجزائري العظيم، ان يرفق باولاد البلاد ويتفهمهم ويعملوا كما تونس، معناها يعملوا مجلس ويعملوا حوار وطني ويشوفوا شخصيه توافقيه يتفاهموا عليها، ما يخلوش ارواحهم. اما لا التدخلات الصهيونيه والفرنسيس، خاصه فرنسا، فرنسا راهي لا تريد خيرا بالجزائر، والجزائر هذيك القلعه اللي لازمنا نستحفظوا عليها، ولازمنا احنا التوانسه نكونوا حامين ظهر الجزائر كما هم حموا ظهرنا. تعرفوا الجزائريين هم حامين ظهرنا الان، فنحن نحموا لهم ظهرهم ونعطوهم من تجربتنا ونقول لهم راي الحكمه في الحوار. انا عشت نفس الوضع في فتره بورقيبه. بورقيبه جات فتره معينه ما عادش يحكم، شكون اللي يحكم؟ الوزراء اللي دايرين به، وشكون اللي قاعد يخلص في الفاتوره؟ هو الشعب التونسي. نفس الحالات بون، الشعب الجزائري معناها توا وعاء، توا فاق انه بوتفليقه ماهوش قاعد يعمل في حتى شيء، فهمني، ماهوش قاعد يحكم، قاعد يصحح، والجماعه اللي عندهم المصالح هي اللي تقرر، هي تاخذ القرارات، هي تصدر القرارات. يعني من حق الشعب الجزائري انه يثور ويطالب بانتخابات معناها حره، واللي يربح صح عليه. انت ترى انه هذا نجم يكون فما توجهات سياسيه اخرى باش البلبله هذه اللي صايره في بلادنا؟ بالطبيعه فما توجهات سياسيه، معناها اللي غايه في نفس يعقوب. يعني الثوره ما نسميوهاش ثوره احنا، ولكن الاضطرابات هذه اللي صايره هذه من حق الشعب، لانه الشعب لقى روحه ضايع، لقى روحه مضطهد، لقى روحه ماهوش قاعد معناها ياخذ في مستحقاته، دونك يلزمو يثور. ولكن بعد فما قرارات اخرى معناها تحت الطاوله يعلم بها ربي. شكون الثوره هذه باش يثور ومن بعد ما يلقاوش نتيجه؟ لا 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 بالعكس، راهي الشعب هو اكبر قوه، كيفاش ما يلقاش نتيجه؟ اذا كانوا يشدوا صحيح، هو سامحني في الكلمه ما ضعفش من الشعب التونسي، كي يشد صحيح يلقى نتيجه. بالنسبه لموضوع الجزائر، نشوف انه الشعب الجزائري ورى حقيقة ورا نضج كبير، ورا وعي كبير انه هو يتظاهر سلميا، وانا نظن انه من حق الشعب الجزائري انه يتظاهر سلميا، واحنا كشعب تونسي ندعموا الشباب غاديك في الجزائر، ندعموهم ونقفوا معاهم ونقولوا لهم كملوا في طريقكم. التداول السلمي على السلطة شيء حق وواجب على كل رئيس في العالم ككل، لازم الناس الكل نتحدوا ومش حق ونكرسوا القيمه هذه. بالنسبه لنا احنا كشباب ماذا بينا التداول السلمي على السلطه؟ بوتفليقه شد خمسه ولا شد اربع مرات حكم في جره بعضهم، سي بون ينجم يخلي الكرسي لغيره، وهذيك هي التداول السلمي. يلزمنا احنا نعرفوا قيمه انه الكرسي مش لازم تكبش فيه، تنجم تضرب على بلاد وتضرب على درابو بلادك طونكو انت مؤمن باللي الحريات تنجم تكرسها. واحنا كيف ما قلت ندعموا الشعب الجزائري، وراو الشعب الجزائري حقيقه ورى نضج تام، نضج تام بطريقه متحضره، وبرافو الشعب الجزائري، وان شاء الله بون كونتيناسيون، واحنا ندعموكم في كل وقت ان شاء الله. اول حاجه يلزمها الجزائر تو يصير لها من تو بوتفليقه، من سيتي جام ما عادش فيه، من يلزمو يتنحى، من انت بيدك تو مازلتوا شباب وكل شيء، اللي يصلح بوتفليقه لازم يشد رئيس دوله. ما تجيش كيما تزاير من يلزم توا راجل منها بتاع بون عدل كيما عملوا بورقيبه ولا واحد وكل شيء، دونك بوتفليقه ما عادش فيه، معناها يلزموا حتى اللي قاعدين يمولوا فيه معناها ويعملوا له في الحمله بتاعه وكل شيء، معناها سي با نورمال هكا، معناها باش تخلى الجزائر معناها قاعده عباد وراء تحب تتمعش من بوتفليقه،
وبوتفليقة انسان تو ما نهزوه انا كيف يقولوا فيها من هنا شوفوا انت كيفاش ماشي يقدم في الترشح بتاعو يروح حتى الظرف ما نجمش يحطه في الصندوق من سي با نورمال من هناك شعب كما شعب الجزائر باش يخلي بوتفليقة تو قاعد سي نورمال باش يعملوا عليه واحد وكل شيء. بالنسبه اللي قاعد يصير تو في الجزائر ترى انه فما فيه ربما غايات سياسيه اخرى معناها برغم معناها بما انه الانتخابات قربت نتاع افريل ترى انه هذه غايات سياسيه في الاضطرابات اللي صايره تو؟ بطبيعه الحال فما برشا غايات سياسيه بعدها معناها فما ناس قاعده معناها ماهيش نورمال معناها قاعده كيما نقولوا احنا قاعده تاكل على ظهر بوتفليقه وفما معناها اجنده اخرى منها ما نجم كل ما نعرفوهاش نحن معناها في الـ في الـ في الوقت الجاي تو الناس كلها تعرف كل شيء فما خبايا ما نزلنا ما نعرفوهاش شنو اللي يصير في الجزائر منها بعد تو تشوفوا منها الحكايه. ولا ننصحهم اخوي اشقاء جزائريين والله انا اصحاب منا يعملوا حويجه باهيه من غير احنا تونس والجزائر منا احنا كيف يقولوا فيها خيوه وكل شيء وشعب الجزائر كيف يقولوا فيها ما يلزمش تصير منا كيما اللي صار فينا نحن واللي صار في الدول سوريا ولا في ليبيا ولا كذا منا ياخذوا الامور بكل جديه بكل روح رياضيه والجماعه اللي قاعدين يحبوا يطلعوا بوتفليقه رغم اللي هو مسكين منها ما يدري بحد شيء منها يزموا يفهموا رواحهم ويبعدوا شوي يخلي منها تتقدم الجزائر يزي من الوقت والناس قدمت 2019 وين ماشيين اخوي يزم منها فما حاجه جديده يزم الشباب يتشارك في الحكايه وشوفوا منها حاجه اللي ترضي الشعب الجزائري كله وشمال افريقيا. الذين يرغبون في بوتفليق بان يكون رئيسا من جديد للمره الخامسه فهم لا يخدمون بوتفليقة ولا يخدمون الجزائر بل هم يريدون أن يعتمدوا على إنسان عاجز حتى يبلغوا ما عندهم حتى يستفيدوا هذه كل من يعتمد على إنسان معاق وتعب فهو يريد منفعته الخاصة لأن الجزائريين فهموا ذلك فقد صاروا ليس انتقاما في الجزائر لا يريدون الظلم يريدون أن يكونوا أنفسهم بأنفسهم لأن بلد عريق وله جيران طيبين مثله إذا لا يريدون أن يسلموا حكم بلادهم في يد ضعيفة ليس بإنسان لا يصلح لا لكنه كبر ومريض وغيره الآن هو في فرنسا يداوي يعالج إذن كيف يستطيع أن يتقدم ويترشح ليحكم الجزائر؟ إن شاء الله الجزائر لا تقع فيها بلبلة سياسية إن شاء الله يكونوا ديما حكماء ويستطيعون أن يتعدوا الخطوات الصعبة بسهولة فالجزائريين أذكياء ولهم من التاريخ العظيم من بن بلة إلى بومدن إلى 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 فهم أقوياء فهم من عنابة إلى وهران بعد الجزائر إلى غيره فهم عظماء إلى الأمازيغ في الجنوب فهم طيبون إذن فليتحدوا دائما ليكونوا دائما أقوياء وكل التونسيين يعظمون لأنهم إخوة من الدولة الموحدية من قديم كان دولة واحدة رأي الجزائر وتونس وليبيا والمغرب كانوا دولة واحدة بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلها وإن ظلموني كرامه نرجع بيك تو قلت لك الأشقاء الجزائريين شنو تنصحهم في الوضعية هذه معنا بما أنه إحنا تعدينا بنفس الفترة والله إن شاء الله إن شاء الله تكونوا ماشيين في تفكيري أنا البسيط لأن أريد أن يكونوا دائما لحمة قوية أن لا يتفرقوا لأن الاستعمار كان من أوروبا أو من أمريكا فهم يريدون أن يفرقون لأن عندهم قاعدة يسموها فرق تسد يريدوا أن يفرقون كإخوة حتى يصبحوا هم أسياد وهذه غايتهم إحنا إن شاء الله لا نمكنهم من هذه الأمنية ومن هذا التصور الغربيين وغيره بل نكون دائما أقوياء بلحمتنا واتحادنا ونظرتنا إلى مواطنينا وإلى شبابنا الأجيال المستقبل وضع مقلق لا محالة يمكن أنا نقول فما علاش معناتها الشعب سنرمال معناتها فما واحد حكم بما فيه الكفاية ومازال يحب يعاود ظهر لي فترة نيابية خامسة وكل شيء ومع الحالة اللي هو فيها الصحية ما نصورش معناتها
تتعدى عادية، بل بالعكس هو اللي مش عادي أنهم يقبلوها. معناتها أنا نتصور من حقهم باش يعملوا هكا، ونتصور أنا ما معناتها حاجة هذية من الشعب خرجت تلقائية، ما نصورش فيها معناتها فما أطراف سياسية ولا دا شنو، ولا حبوا يقولوا إحنا كيفاش يقولوا يحمسوا الشعب باش يعمل حاجات. نتصور هذه حاجة تلقائية، واحد فد من حكم واحد ونظام واحد وكل شيء، ومعناتها ونتصور من حقه كشعب جزائري أنه ينتفض. تعظوا من اللي صار في تونس، احنا عملنا ثورة محلها لكن بعد ولات معش محلها، فهمتني، والناس ولات تقاسي ولات جيعانة حتى في كروشها، فهمتني. إن شاء الله هما أوكا ياخذوا من الباهي ويبعدوا على الخايب اللي صار علينا.